أدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على مدينة الحديدة التي تخضع لنفوذ ميليشيا الحوثي الانقلابية، وقالت الحكومة إن العدوان يمثل انتهاكا جديدا لسيادة الأراضي اليمنية ومخالفة صريحة لكافة القوانين والأعراف الدولية. نعم، وحمل مصدر مسؤول إسرائيل المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات جراء غاراتها الجوية الجديدة، بما في ذلك تعيق الأزمة الإنسانية أو تعميقها ومفاقمات الميليشيا الحوثية بهجماتها الإرهابية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية بدعم من النظام الإيراني. إذن وحول هذه الضربات ينضم معنا عبر الهاتف الكاتب الصحفي سيد سلمان المقرب. مرحبا بك سيد سلمان. إذن بعد استهداف جيش الاحتلال لميناءين ومحطتي كهرباء في الحديدة من قبل جيش الاحتلال الصهيوني، يعني أنت كيف تقرأ هذا الاستهداف بالتوازي كذلك مع التصعيد الذي تشهده المنطقة؟ ماليزيا تقوم بكل ما يمكن لخدمة النظام الإيراني، تقدم مصالح اليمنيين قربانا للنظام الايراني ولبقاء النظام الايراني ومشروعه التوسعي. الان ميناء الحديده خرج عن الخدمه، خاصه على مستوى النفط خرج عن الخدمه، لا يمكن تنشط قريبا ازمه وقود. الوقود الان عبر السفير السفر الى ميناء الحديده يتم بطريقه بدائيه عبر الضخ من السفينه مباشره الى قاطرات الشاحن. هذا الامر يكلف ان تفرغ يستغرق مجرد سفينه واحده تحمل 30,000 طن الى السوق يستغرق شهرين تقريبا او 50 يوم. يتم العمل بشكل متواصل دون انقطاع، ما يعني ان اليمنيين سيشهدون ازمه جديده على مستوى الوقود، على مستوى تدمير السفن، على مستوى التامين، على مستوى تكاليف الشحن. كل هذا يقدمه الحوثيون قربانا لايران، قربانا للمشروع النووي الايراني، تدمير الله تدمير اليمنيين والعرب بشكل عام. نعم، الاستهداف بطبيعة الحال كان لمنشآت مدنية وكذلك اقتصادية، تقول إسرائيل أن قصفها هو رد على الاستهدافات الحوثية. يعني برأيك هل ترمي يعني الميليشيا الحوثية بلاها مجددا على اليمنيين؟ بكل تأكيد، ما سمعنا أمس تصريحات الحوثيين يقولون أن البضائع التي ينقلوها تجار، أن الوقود الذي يشتريه تجارهم وقد فرغوه بالامس من قبل الغارات من الخزانات الى السوق، هو كل ما يهمهم، بمعنى ان الوقود الذي كان في ميناء الحديده هو وقود تجار حوثيين، وما يهم الحوثيون وما يهتم به الحوثيون فعلا هو قيمه هذا الوقود، لانهم في المره الماضيه خسروا قرابه 100 مليون دولار قيمه الوقود، وفي هذه المره قاموا بسحب الوقود الذي اشتراه تجارهم الى الاسواق ووزعوه وتركوا منشات اليمنيين عرضة للغارات. هذه المنشآت بنتها الجمهورية على مدى 5 عقود تكلف 100 ملايين دولارات. الحوثيون لم يبنوا أي شيء بدلا عن تلك المنشآت المدمرة، ولا تدخلون حمايتها ولا يبنوا أصلا، إنما يتعاملون مثل المفشل، يتعاملون معنا على أننا شر المفشل خدمة للنظام الإيراني. هذا يستجيب اليمنيين اللي سيبقوا أن يبنوا الحوثيين قبل أي شيء. نعم، يعني من الواضح جدا يعني وجود فارق كبير بين الاستهدافات المركزة لحزب الله في لبنان والضربات الإسرائيلية التي لا تطال الميليشيا من الأساس في اليمن، إنما تطال يعني مصالح يعني هناك في رأس عيسى وكذلك الميناء. يعني برأيك لماذا؟ بكل تأكيد مع القول ان اليمنيين سيتضررون، لكن الحوثيين ايضا سيتضررون. نعم، هذه النقطة يجب التركيز عليها، لان اهم موارد الحوثيين هي الوقود. ما قصدته في سؤالي سيد سلمان يعني على تركيز يعني على تركيز الجيش الاحتلال في الضربات على حزب الله على القيادات عكس ما يجري في مثلا في الحديدة. بكل يعني حتى الفرق الاضافي ايضا ان الامريكيين يعلمون بضربات على الحوثيين قبل القيام الشنيه، لان الحوثيين والامريكيين لان الامريكيين والصهاينه يتعاملون مع الحوثيين على انهم حليف محتمل او ممكن ان يخدمهم او حتى لو كان خصما هو بشكل ما يخدمهم، وهم يحتاجونه لتهديد اليمنيين لتهديد هذا المنداب لاجبار لتهديد الخليج اقصد لإجبار السعودية على التطبيع، لإجبار دول الخليج على التطبيع. أما بالنهاية وإن بدأت دول الخليج إلى التطبيع ضمن المبررة تقدمها لشعوبها، نعم، من حاجتها إلى التطبيع،
هي الرصاص من الغزو الايراني، وبالتالي الحوثيين يحققون مصالح، للامريكيين والولايات المتحده بشكل انشاء الشرق الاوسط الجديده والاستراتيجيه. يعني برايك انه لا زالت امريكا تريد الابقاء على الميليشيا الحوثيه، وبالتالي تلزم اسرائيل بعدم استهدافها مباشره كما يجري اليوم؟ بكل تاكيد الامريكيين شنوا عشرات الغرس، لا يقولون اين شنوا الغارات، لا يقولون من اين انطلق، لا يقولون من استهدفه. يعني الغارات التي تشنها الولايات المتحده او التي تدعيها لا احد يعرف اين هي. يعني كل ما يقولون الامريكيون شيء الانفسيين مشكوك به، يعني على الاقل لا احد يعرف. مثلا تقول الولايات المتحده انها شنت غارات او قطرات غارات، لا احد يعرف اين هذا النظام، لا احد يعرف ايضا حينما تقول انها اطلقت من سيارات او صواريخ، لا تقول من مناطق اطلقت من اليمن، لا احد يعرف اي هذه المناطق. بمعنى ان الولايات المتحده ما زالت تتعامل مع الحوثيين على انه خصم يمكن يعني يستفاد منه اكثر مما يتضرر منه. نعم، يعني سيد سلمان، بعد هذه الضربات كذلك هناك حديث متكرر عن استمرار تدفق الأسلحة للميليشيا الحوثية عبر الحديدة، يعني بعد هذه الضربات هل تتأثر عملية التهريب للميليشيا الحوثية برأيك؟ عملية التهريب يمكن مقاومتها ما دامت مع الحوثيين الميناء، ما دام الميناء مع الحوثيين. نعم، يعني لا يمكن مكافحة حتى لو يعني ما دام الحوثيين يسيطر على ميناء الحديدة فالمهربين لهم طرقهم. يعني النظام الايراني قائم على تهريب المخدرات والاسلحه، وبالتاكيد لهم طرقهم ولهم ادواتهم سواء عبر ميناء الحديده او عبر غيره، لكن الميناء الرئيسي لهم هو ميناء الحديده. نعم، اقصد بعد هذه الضربات هل تتاثر عمليات التهريب على الميليشيا الحوثيه؟ لا 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 يتوقع ان التهريب تاثر بهذه الضربات، لان نعم. الميناء المستهدف الان في الغرفه الاخيره هو ميناء الوقود. نعم، وليس نعم. ميناء الاسلحه، ميناء الحاويات ما زال يعمل عبر السفن، ممكن بشكل محدود عبر السفن التي تحمل كرينات خاصه بها. وبالتالي يعني من الصعب التوقع والقول ان تهريب السلاح او حشد البضائع والشحنات عبر الميناء الاحتياطي ستقف بعد هذه الغارات، ما زال الميناء يعمل. يمكنهم ان يقنعوا هذا اذا قرروا يصدر قرار ان ما تنفذت اي سفينه اذا توجهت الى ميناء الحديده، بهذه الطريقه يمكن حركه الميناء بالكامل. نعم نعم، وضحت الصورة. الكاتب الصحفي السيد سلمان المقرمي كنت معنا، شكرا جزيلا لك.